شاكرين لا مغيدين ولا مبدلين. بسم الله الرحمن الرحيم. غير جاحدين. أتشرف بالمشاركة في الختمة القرآنية عند روضة الشهيد الحاج عبد علي الموالي خادم أهل البيت في الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاده، متأثرا بما استنشقه من الغازات السامة ليلتحق بقافلة شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم وقدموا دماءهم رخيصة ليرووا شجرة الحرية والكرامة وليصبحوا نبراسا وقدوة نقتدي بهم ونتعلم منهم كيف يكون العطاء للوطن في أسمى صوره وأجمل معانيه. رحم الله شهيدنا الغالي وأسكنه الفسيح من جناته بحق محمد وآل محمد. من حضرنا لأجله ولسببه الحاج عبد علي الموالي، اللهم ارحمه برحمتك أولا نعزي أهل الفقيه الحاج عبد علي الموالي على استشهاده، وفي نفس الوقت مبارك لهم باستشهاده، فهذا لا خوف عليه. أولا خادم أهل البيت، وثانيا نال الشهادة بعزة وكرامة كما ذكر الأستاذ. هذه الروضة أو مرقد الشهيد خادم أهل البيت. نعم، من يمشي على طريق أهل البيت وفي خدمة الإمام الحسين لا يتوقع إلا الشفاعة من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد. ونكرر، الله يمسح على قلوب عائلة الحاج عبد علي الموالي في هذه المصيبة، ونقول لهم ليس بمصيبة، هذا لا خوف عليه، هذا شهيد، وها هو أنتم كلكم حول هذه الروضة الشريفة، تأكدوا أنه سوف يشفع لكم في يوم المحشر. وأخيرا نقرأ عليه وعلى أرواح الشهداء والمؤمنين والمؤمنات سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. روحي الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.